ينضم إلي للمزيد من التفاصيل مشاهدي الكرام عبر الهاتف طلال عوكل المحلل السياسي من غزة. سيد طلال، أهلا بك ومرحبا. إذن الأوضاع تبدو مشابهة للأمس، يعني لأنه مسيرة العودة لأسابيع متصلة والصمود الفلسطيني يتواصل، والمشاهد يعني ما كنا نتابعه على الشاشة هي مشاهد في النهاية لمعاناة شعب دفاعا عن أرضه، لكن دائما السؤال يظل كما هو، إذا ماذا بعد؟ ما هو الجديد؟ لا جديد، الجديد هو أن الشعب الفلسطيني أولا المخططات الإسرائيلية تتقدم بنجاح، الولايات المتحدة تتنطح لتنفيذ هذه المخططات، المجتمع الدولي عاجز إلا عن إصدار البيانات والاستنكار والتحذير وإلى آخره، ولذلك يعني لا يمكن للشعب الفلسطيني أن يهدأ وحقوقه تتساقط الواحدة أو تصادر الواحدة تلو الأخرى. طبيعي. هذا يعني أن قطاع غزة والضفة الغربية وحتى الأراضي المحتلة عن 48 لابد أن تظل في معلن، لأن المخططات الإسرائيلية متواصل يوميا، يعني لاحظ هناك حراك في شرق قطاع غزة يقول للعالم بأن إسرائيل تحاصر قطاع غزة وأن الشعب في قطاع غزة 2 مليون إنسان لا يمكن أن يتخلوا عن دورهم الوطني، حتى لو أن إسرائيل اشتغلت كل ما يلزم لدفع قطاع غزة والهروب من مسؤولياتها المترتبة عليها وفق قرارات الأمم المتحدة تجاه قطاع غزة، فقطاع غزة يلاحقها ولا يترك لها فرصة، لكن في النهاية الأمور تسير في الوجهة التي تقول بأن الصراع أصبح مفتوحا على كل الحقوق الفلسطينية. ما عادش موضوع الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة وعام 67 وعاصمتها القدس هو الهدف الفلسطيني أو والحقوق المترتبة للفلسطينية، حتى لو كانت هذه قرارات للأمم المتحدة، فإسرائيل لم تلتزم بأي قرار من قرارات الأمم المتحدة. إذا نحن أمام عملية طويلة، صراع طويل يستهدف إعادة بناء وعي المجتمعات خصوصا في الولايات المتحدة وأوروبا تجاه حقائق الوضع والصراع في هذه المنطقة. هذه عملية طويلة، الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يتخلى عن دوره، وبالتالي حتى لو تطلب ذلك تضحيات، الشعب الفلسطيني أصبح معروف بأنه مستعد لتقديم الكثير من التضحيات في سبيل التمسك بحقوقه ومقاومة هذا الاستعمار الذي يريد يشتغل على البدايات. الفكرة في البدايات كانت شعب بلا أرض، لأرض بلا شعب، وأرضك يا إسرائيل من النيل إلى الفرات، هو دولة مغايرة لشعوب المنطقة في هذه المنطقة بالذات التي تفصل بين آسيا وأفريقيا العربيتين، وبالتالي هنا نعود إلى البدايات. إسرائيل أرادت ذلك، الولايات المتحدة أرادت أن تستمر في هذا الدور الاستعماري. إذا ما الذي يمكن أن تنتظره من الشعب الفلسطيني؟ هو موجود على أرضه، أصبح حقيقة واقعة، وبالتالي لابد أن يخوض الصراع بكل ما يملك وبالوسائل التي يفهمها المجتمع الدولي، بمعنى أننا اليوم متفقون كفلسطينيين على المقاومة الشعبية السلمية وامتداداتها على الجبهة الدولية بنشاطات دبلوماسية سياسية تضامنية واسعة. المشكلة في هذا الأمر فقط أن الفلسطينيين ليسوا موحدين حتى يكون دورهم وتأثيرهم أكبر بكثير مما هو عليه الآن. يعني هذا مفهوم، لكن لابد أيضا من وجود طريقة واستراتيجية لمعالجة الأمور في الفترة المقبلة، وهي يجب أيضا أن تكون يعني بشكل ما مختلفة عما سبق. هل الموقف العربي، إذا جاز أن نتحدث عن وجود موقف عربي موحد من الأساس، وأقصد مواقف فاعلة وليست فقط مسألة شعار أنه فلسطين عربية وأن القدس عربية وأنه يعني الجميع
ضد تهويد القدس ومع الحقوق العربية، ويجب الرجوع لحدود الرابع من يونيو حزيران، ويعني فلنتحدث كما نتحدث، لكن ماذا عن استراتيجية حقيقية لمجابهة الأمور الآن؟ وأتحدث أيضا عما يمكن أن ندعوها ما بين قوسين الموقف العربي. تمام، هذا صحيح، كله صحيح، وهناك شكوك في مدى صدقية مواقف بعض العرب، يعني يعلنون موقفا والسلوك أحيانا يأتي في الاتجاه المعاكس، لكن صدقني البداية تكون من فلسطين. البداية هل حدد الفلسطينيون لأنفسهم استراتيجية وطنية جديدة؟ ربما يكون يعني وضع مثل هذه الاستراتيجية متقدم قليلا، يعني بمعنى نحتاج إلى بعض الوقت لحسم الأمور، لأنه حتى الآن الناس تتحدث عن الأراضي المحتلة عن 67، بينما إسرائيل والولايات المتحدة تفرض فرضا على أرض الواقع حقائق تقول بأن الصراع ليس على الأرض المحتلة عن 67، لكن الفلسطينيون عليهم أن يحددوا الآن استراتيجياتهم المرحلية وأن يلملموا صفوفهم حتى يكون هذا معيار مقياس لمواقف الدول العربية. حتى الآن سياسة المجاملة قائمة، الانقسام الفلسطيني قائم، ننتظر الآن الفرصة التي تقدمها مصر للأطراف الفلسطينية التي ستذهب إلى القاهرة قريبا لكي تنجز موضوع المصالحة التي تشكل الأساس لوضع مثل هذه الاستراتيجية. لكن اليوم العرب من يريد أن يتنصل ولو من تحت الطاولة سيقول أنكم ليس لديكم استراتيجية، ليس لديكم وضوح، الموضوع ليس موضوع رفض قرارات ترامب ولا صفقة القرن فقط، وإنما يحتاج إلى ما هو أعمق من ذلك. أنتم غير موحدين، ندعم من هذا أو ذاك. إذن المسؤولية أولا قبل أن نتحدث عن استراتيجية عربية يجب أن تكون البداية فلسطينية، وفلسطينية واضحة كل الوضوح، لأنه بعد ذلك يعني نتبين مدى صدقية والتزام الدول العربية منفردة، لأنه في الظهران اتخذوا موقفا عاما، لكن نعرف دائما أن المواقف الجماعية لا تعبر بالضبط عن مواقف كل طرف أو كل نظام سياسي من الأنظمة العربية. يعني مفهوم. إذن يعني هل نتحدث الآن عن مصالحة حقيقية بين الفلسطينيين، إذا جاز أن نسميها بالحقيقية؟ هل نتحدث عن إعلاء قيم الوطن؟ يعني ماذا ترى أنه بالفعل يمكن أن يكون على سبيل التحرك؟ يعني فلنسمي إجراءات وخطوات بعينها أستاذ طلال. نعم، هذا صحيح، هذا صحيح. نحن أمام فرصة، ليس لدى الفلسطينيين مزيد من الوقت حتى يظلوا يعني ملتزمين كل طرف بحساباته الخاصة، وبالتالي هذا يعطل المصالحة. الآن هذه الفرصة يعني المتاحة من قبل القاهرة أعتقد أنها الفرصة الأخيرة، بعد ذلك ترامب سيعلن تفاصيل الصفقة، وعمليا الصفقة بدأت على الأرض بقرار اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ثم نقل السفارة، ثم موضوع اللاجئين، ثم موضوع اعتراف الولايات المتحدة أو موقفها بأن الاستيطان شرعي، وبالتالي ليس هناك مزيد من الوقت أمام الفلسطينيين. الآن فشلت كل التجارب السابقة في المصالحة. أنا برأيي هناك نقطتين، عاملين مهمتين، أرى وأنصح أن الأشقاء في مصر يأخذون بها لمعالجة الموضوع. النقطة الأولى، لابد أن تكون المصالحة في إطار وطني ليس بين فتح وحماس، لأن الانقسام لم يعد فتح وحماس، تشرذمت الساحة الفلسطينية ولكل طرف دوره في هذا. ثم يعني نحتاج إلى شاهد على الأرض، لأن مصر لن تعلن في يوم من الأيام أن هذا الطرف هو الذي عطل المصالحة أو ذاك. إذا لابد أن تكون الفصائل موجودة والحوار وطني وشامل. والنقطة الثانية هو ضرورة تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه
يعني دفعة واحدة، بمعنى وضع خارطة الطريق لكل القضايا المطلوب معالجتها بتواريخ محددة، بآليات محددة، بضمانة قوية من قبل القاهرة. هكذا تطمئن، يعني مطلوب منهم أن يستعيدوا الثقة ببعضهم البعض. كل طرف متخوف من الطرف الآخر، إذا قدم تنازلات ما الذي سيحصل عليه بعد ذلك؟ هل نكون أمام شراكة سياسية حقيقية ضامنة لدور وفعالية كل طرف من الأطراف حسب حجمه وإمكانياته أم لا؟ حتى الآن أزمة الثقة عميقة لا يمكن ردمها إلا باتفاق شامل واضح بكل الخطوات المطلوبة، حتى يعرف كل طرف أنه سيقدم اليوم كذا وكذا وسيحصل غدا على كذا وكذا. نعم. ألو. أيوة أستاذ طلال، نعم أسمعك وأعتذر عن فكرة الإطالة معك، لأنه الأحداث بتدور حاليا، يمكن بنتابع بعض لقطات منها أيضا ما جرى خلال الأسابيع الماضية، وبطبيعة الحال أن يتبادر إلى ذهن كل من يتابع فعاليات الجمعة ومسيرات العودة عن الجدوى. نعم، هي فكرة الصمود، فكرة أنه أنا أذكر بأن لي حقا، لكن العالم كله يرى الفلسطينيين وهم يذكرون على مدار نحو يعني 70 سنة تقريبا، نحن نذكر دائما، لكن ماذا بعد التذكير؟ هل ترى فائدة حقيقية، خاصة أنه دائما ما يذهب جراء هذه الأحداث شهداء وجرحى، حتى كان في الانتفاضات وما يتبعها من شكل انتقام إسرائيلي، يعني كيف 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 كان يعني كيف هي المعالجة؟ ما هي الجدوى؟ نعم، يعني هذا سؤال صحيح ومطروح في الشارع الفلسطيني، لماذا نستمر، لماذا نقدم هذه التضحيات؟ لكن ببساطة، ماذا يفعل سكان قطاع غزة؟ 2 مليون محاصرون، الوضع الاقتصادي والاجتماعي بائس إلى حد كبير، يفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة الطبيعية. نتمنى يوم واحد فقط أن تأتي الكهرباء لمدة 24 ساعة. إذا ليس أمامهم إلا أن يحتجوا. صحيح بأنه حتى الآن المجتمع الدولي انشغل بما يجري على الحدود، وإسرائيل ارتبكت كثيرا، لا تعرف كيف ستواجه هذه الحالة، لأنها إن قامت بعدوان كبير لن تجد له مبررا، وستجد إدانة واسعة من المجتمع الدولي، لأنه يعني هي لم تتعرض للخطر. ولكن في المقدمة التي تفضلت بها قبل قليل كنت تتحدث عن مؤسسات حقوق الإنسان الدولية، قبلها صدرت قرارات على الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذا يشكل أرضية ينبغي أن يستثمرها الفلسطينيون والمجموعة العربية على المستوى الدولي، يعني لتحريك المجتمعات، لتحريك عملية التضامن، للحصول على مزيد من القرارات. وأنا أقول لك بشكل أولي أن مثلا البي دي أس، حركة المقاطعة لإسرائيل، في ظل هذا المناخ نشطت كثيرا وبدأت تحقق إنجازات على مستوى أوروبا وحتى على مستوى أمريكا. يعني هذه معركة تؤخذ بالنقاط ولا تؤخذ وطبعا لاحظ أنه هناك حراك دولي وإقليمي وحتى إسرائيلي في اتجاه البحث عن مساومات لتحسين الوضع في قطاع غزة، بدعوى أنه لا ينبغي أن ينفجر في وجه إسرائيل. هذا المستوى من الحراك الشعبي الآن هو مستوى حذر، لدى الفلسطينيين هنا فرصة لتطوير هذا وإحداث قلق أكبر لدى إسرائيل، بمعنى أنه كان في البدايات مطروحا أن تجتاح عشرات الآلاف من الجماهير الفلسطينية السياج الحدودي باتجاه الأراضي المحتلة عام 48. توقف هذا نسبيا ولكنه لم ينتهي كفكرة، لأن هناك حراك سياسي وخصوصا قامت به القاهرة من أجل محاولة تثمير الوضع القائم باتجاه رفع الحصار عن قطاع غزة. لا يرفع الحصار
صحيح، ولكن نحن مستمرون أيضا إلى أن نفرض على إسرائيل وغير إسرائيل أن تتعامل بطريقة مختلفة مع قطاع غزة، بالطريقة التي تجعل الناس هنا أقدر على العيش، أقدر على المجابهة، أقدر على القيام بدورهم الوطني على الصعيد العام. هذه مسألة أعتقد أن لها علاقة بفكرة أن الصراع مفتوح له أهداف قريبة. أنا بوافقك أنه نذكر بحق العودة، تمام خلصنا، يعني ذكر العالم حق العودة ولكن لم يفعل شيئا، ولكن كسر الحصار وربما هذا الضغط أيضا سيشكل سببا ودافعا قويا من أجل إتمام المصالحة الفلسطينية. إذن هو ليس بلا جدوى على الإطلاق، الجدوى كبيرة ولكن عسى يعني أن يكون ذلك أستاذ طلال. يعني نعم ربما بالفعل يعني وسيكون لنا طبعا مزيد من المتابعات. شكرا جزيلا لك على أي حال طلال عوكل المحلل السياسي، وحدثني توا من غزة. مشاهدي الكرام، تبقى في هذه التغطية أن أشكر حضراتكم وأترككم دائما في أمان الله.